يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 8 بيتكلم ازاي ان انا هكونكت ال عن طريق اكونكت اليوزرز عن طريق ال داب سيرفر. احنا كنا اجلنا الشابتر ده بس شويه لغايه ما ناخد ال ان اف اس والسامبا، لان في جزء فيه معتمد على ال ان اف اس والسامبا. تمام. ايه بقى فكره بروتوكول ال ان داب؟ دلوقتي لو انا هفترض ان انا عندي داتا سنتر كبيره وعندي يوزر مثلا اسمه عبير، المفروض دلوقتي ان هيبقى له اكونت، عبير ليها اكونت على كل سيرفر. مش منطقي ان انا الف على كل جهاز منهم او كل سيرفر منهم واكريت لها اكونت، خصوصا كمان ان انا ممكن انسى الباسورد او ان انا اتلخبط في الباسوردات. ممكن تيجي تلوجن على سيرفر 1 يبقى ليها باسورد، على سيرفر 2 يبقى ليها باسورد مختلف. البريفليج صلاحياتها انا مش هقعد اظبطها على كل سيرفر مستقل. تمام. فعشان كده ريكومندد ان احنا بنعمل سيرفر ممكن نشبهه بالاكتف دايركتوري كده في الويندوز. تمام. اساسا حتى الويندوز سيرفر في الاكتف دايركتوري بيعتمد هو كمان على بروتوكول ال داب. ايه فكره ال داب؟ لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول. ده سيرفر بنقول عليه ان هو سنترلايز اوثنتيكيشن سيرفر، يعني الاكونتات بتاعتي اليوزر نيمز الباسوردز الكلام ده كله مش هتبقى موجوده لوكالي على كل جهاز، ده هتبقى موجوده على ال داب سيرفر واليوزر يوثنتيكيت من خلال ال داب سيرفر. تمام. مش بس ان انا بسيف عليه الاكونتات، ممكن زي ما اتفقنا اسيف عليه البرميشنز، اخزن عليه البرميشنز، الاكسس كنترول ليست اللي هي البرميشنز بتاعت اليوزر على الملفات، ادي لها كوتا معينه اليوزر، ادي له كوتا معينه، الكلام ده كله زي ما اتفقنا بدل ما هعمله على كل ماشين ديديكيتد كده مع نفسه، لا هعمله على سنترلايزد لوكيشن. تمام. ممكن كمان ان انا ادمج مع ال داب سيرفر زي الكيربروس. الكيربروس ده هو سيرفر اولا بيزود لي لاير من السكيورتي، بلس ان هو كمان بيقدم لي خدمه السنجل ساين اون. يعني ايه السنجل ساين اون؟ دلوقتي عبير وهي داخله على الماشين السيرفر مطلوب منها ان هي تكتب باسورد وهي داخله على الماشين، ولو جت تشغل سيرفيس معينه مطلوب منها باسورد، وسيرفيس ثانيه تشغل باسورد، سيرفيس ثالثه تشغل باسورد، تيجي تدخل على الماونتن بتاع ال ان اف اس يطلب منها باسورد، تدخل على الشيرنج بتاع السامبا يطلب. ايه وجع القلب ده؟ سنجل ساين اون يعني ان مجرد ما هتلوجن على السيرفر هتلوجن او هتروح على الكيربروس سيرفر، الكيربروس سيرفر هيديها حاجه اسمها تيكت. التيكت دي هتبقى متحمله بكل البرميشنز وكل الصلاحيات بتاعتها. يبقى بدل ما هي مطلوب منها باسورد عشان تلوجن على السيرفيس الفلانيه، باسورد عشان تقوم ما اعرفش ايه، باسورد عشان تدخل على النتورك فايلز على الشيرنج سيرفر، لا. ودي وجع القلب، هي طالما دخلت هتلوجن ايه او هتستخدم كل السيرفيسز دي عن طريق باسورد واحده بس. ونفس التو بروتوكولز دول ال ان داب والكيربروس الاثنين اساسا مستخدمين في الاكتف دايركتوري بتاع مايكروسوفت. عشان كده حتى في بيئه مايكروسوفت الاكتف دايركتوري لما بدخل على الماشين شيرنج مثلا على سبيل المثال، لو عملت لوجن على كلاينت وجيت ادخل شيرنج عمره ما بيطلب مني يوزر نيم وباسورد، هيقول لي يا اما مسموح ليكي ويديني البرميشنز على حسب انا داخله منين، يا اما انت دينايد وخلاص، عمره ما بيطلب مني يوزر نيم وباسورد ما عدا في حاله استثنائيه مش موضوعنا دلوقتي. تمام. فدي فكره بروتوكول ال ان داب وبروتوكول الكيربروس. اللي علينا في الكورس بتاعنا باذن الله ازاي ان انا اكونفيجر الماشين بتاعتي ك ان داب كلاينت مش ك ان داب سيرفر. تمام. بس يعني خطوه زياده كده، احنا عاملين حاجه كمان زياده من عندنا كده بونص فوق الكورس، ان احنا نتعلم ازاي ان انا هسطب ماي اون ان داب سيرفر. تمام. انا ممكن دلوقتي استخدم ال داب سيرفر موجود على الانترنت بابليك ال داب سيرفر واثنتيكيت منه وخلاص، وهو امر الحكايه كلها، امر انستليشن مع امر هيقوم لي التول بتاعتي اللي انا هشتغل بيه. بس الافضل ان انا اقوم دلوقتي مين؟ ماي اون ال داب سيرفر ونشتغل بيه. تمام. ال ال داب في كذا طريقه ممكن احول بيها جهاز الكمبيوتر بتاعي او السيرفر بتاعي ل ال داب سيرفر. في طريقه فيري كومبليكيتد بنستخدم فيها بروتوكول الاوبن ال داب، فيري كومبليكيتد، الخطوات بتاعتها طويله جدا، كنت حاطاها هنا. لا مش دي، اوبن ال داب، خطوات طويله جدا، اوامر كومبليكيتد جدا، بعدل في كونفيجريشن فايل، بكتب انا الكلام ده كله بايدي جوه كونفيجريشن فايلز. تمام. فالموضوع فعلا كومبليكيتد. الافضل منه بقى في تول اسمها ايدنتيتي مانجر او ايدنتيتي مانجمنت. التول دي ريد هات كانت منزلها بفلوس، وابتداء من ريد هات 6.3 نزلتها تبع الريبو بتاعها، تبع الريبوزيتوري بتاعها فور فري، وعملت لها كمان انكلود جوه سوانت الجوه سوانت اليونكس.
جوه صالة الريتيت. تمام؟ فهي دي اللي احنا هنشتغل عليها باذن الله دلوقتي. بس قبل دلوقتي ما اسطب التول دي في شويه بري ريكويزيتس الاول اطمن بيها ان المكنه بتاعتي مش هتديني اي ايرورز. على سبيل المثال الاس اي لينكس بيعمل مشاكل جامده جدا مع ال دي، فانا مؤقتا هعمله ديسيبل. تمام؟ ريكومندد حتى ان انا ادخل تحت الاس اي لينكس واخلي الاس اي لينكس بيرميسيف بدل ما اخليه انفورسد. تمام؟ الفاير وول ريكومندد ان انا اعمل له ستوب. طبعا هو انا ممكن ان انا افتح البورتات المعينه اللي هيطلبها مني اثناء الانستليشن. تمام؟ بس يعني عشان ما اوجعش دماغي دلوقتي ونطول المحاضره، كده كده احنا هنتعلم باذن الله ازاي ان انا افتح بورت او اقفل بورت على الفاير وول اللي انا انترستد فيه دلوقتي ان انا اشغل ال ال داب وخلاص. بروتوكول ال ال داب بيعتمد على الاسم، يعني لازم يبقى انستولد عندي في الشبكه بتاعتي دي ان اس سيرفر. ان انا اقعد اعمل انستليشن دلوقتي دي ان اس سيرفر هياخد وقت طويل، وهو كده كده اوت اوف سكوب من الكورس بتاعنا. فاحنا هنوفرايد الكلام ده ازاي؟ هدخل جوه ملف اسمه سلاش اي تي سي سلاش هوست واحط جواه الاسم بتاع الماشين اللي انا عايزين كبديل للدي ان اس. اساسا كده الكلاينت دايما لما بيجي بيأثنتيكيت او لما بيجي ريزولف يعمل مابنج ما بين الاي بي والاس، قبل ما بيروح للدي ان اس سيرفر بيروح الاول للملف اللي اسمه هوست. نخلص الاول البري ريكويزيتس دي وبعد كده نشوف مطلوب مني ايه. دي انا فتحت هنا انا كريت هنا تو ماشين زوجات خالص كلين انستليشن ما عليهمش اي حاجه نهائي عشان اضمن بس ان ما فيش اي ايه كونفليكت هيحصل معايا. انا بس بقى اكسبت اللايسنس ونيجي على الكلاينت بالمره نقومه هو كمان. البري ريكويزيتس دي انا هعملها على الاثنين سواء على السيرفر او الكلاينت عشان بس ما الاقيش نفسي اتحطيت في انبريدكتبل سيناريو ما بقاش انا مثلا متوقع ايه اللي هيحصل فيه. دي مكنه السيرفر هلوجن دلوقتي از روت باسورد. طبعا وانا مغمضه اول حاجه خالص لازم اعملها ان انا احط اي بي على الماشين عشان الكلاينت يقدر ياكسس السيرفر، والهوست نيم بتاع المكنه دي master.redhead.com. مش هغيره هسيبه زي ما هو، وهباجي على مكنه الكلاينت هي اللي هغير اسمها عشان ما يحصلش كونفليكت ما بين الاسمين. بروفايل حط اي بي كده سي مثلا هديله اي بي مانيوال 192.168.1.سي مثلا 100 بريفكس خليه اوفر 24. مش محتاجه جيت واي ولا دي ان اس لان انا هسطبه لوكالي دلوقتي ومش محتاجه ان انا اكونكت على الانترنت في حاجه. اوبن تيرمينال اول حاجه طبعا اي بي ادر شو اتاكد ان المكنه بتاعتي اخذت الاي بي. تمام شويه حاجات بسيطه بقى زي ما اتفقنا. اول حاجه سيت انفورس 0 ريكومندد كمان ان انا ادخل تحت الكونفيجريشن فايل بتاعه سيس كونفيج اس اي لينوكس واخلي هنا القيمه بتاعتي برميسيف بدل انفورس. تمام بعد كده سيستم كنترول فاير وول ستوب فاير وول دي، وممكن بالمره عشان لو الماشينه بتاعتي تعمل لها ريستارت او حاجه ديسيبل. تمام اخر حاجه فيم سلاش اي تي سي سلاش هوست فايل انتر. هاجي بس كده في اخر الملف ده انت ودي الاي بي بتاع المكنه 192.168.100
انا هاتي الاي بي بتاع المكنه بتاعتي انا ذات نفسها عشان الجهاز لما يحب يريزولت النيم يريزولت من نفسه، انما على مكنه الكلاينت هدي له اي بي السيرفر واسم الجهاز بتاع السيرفر. تمام. الماشينه بتاعتي اسمها ماستر دوت ريد هات دوت كوم، وممكن كمان اقول له ماستر علشان لو اي حد عايز ياكسسها بماستر اوكي، عايز ياكسسها بماستر دوت ريد هات دوت كوم اوكي. بس الترتيب بيفرق، لان هنا بيعتبر الاسم الاولاني ده البرايمري، لو انا عكست السيرتيفيكت بتاعتي هيحصل فيها مشكله ومش هترضى ان هي تنستول. فيهمني جدا الترتيب، الاسم البرايمري الاول ريد هات دوت كوم او ماستر دوت ريد هات دوت كوم، وبعد كده الاسم العادي اللي هو الهوست نيم. لو جيت ابينج دلوقتي كده على ماستر عشان اتشيك فعلا ان هو بيريزولف الاي بي صح، فعلا بيريزولف الاي بي اللي هو دوت ميل. تمام. اخر حاجه بقى محتاجاها يام او الاول فيم، انا لسه ما كريتش ريبو، المكنه دي جديده، دوت ريبو ريبو، واسميه مثلا لوكال دوت ريبو، هسميه مثلا الريبو ده هسميه لوكال نيم بيساوي لوكال البيز يو ار ال بتاعي فايل نقطتين سلاش سلاش، هجيب بس مسار الاسطوانه دي اف ماينس اتش، وطبعا عشان المسافه اللي هنا ما انساش احط باك سلاش، وبعد كده اقول له انيبل بيساوي واحد، وبالنسبه للجي بي جي تشيك بيساوي صفر. اتست كده يام ريبو ليست الريسنج لوكس جود، مفيش اي مشاكل. نشوف بقى ايه الباكجز اللي مطلوبه مني عشان اسطب الايدنتيتي مانجر. اول حاجه اسطب طول اسمها الاي بي اي، دي اللي احنا اتفقنا ان هي كانت بفلوس الاول وريد هات نزلتها دلوقتي فور فري، هو ده المينيمم خالص عشان اسطب الايدنتيتي مانجر. الايدنتيتي مانجر مش شرط بس ان انا بستخدمه ك ال داب سيرفر، ممكن استخدمه ك كيربر سيرفر، ممكن عن طريقه كمان ان انا امانج دي ان اس سيرفر، يبقى انا مش محتاجه ان انا اسطب البايند، هو البايند دي اللي هي الباكج بتاعت الدي ان اس. تمام. مش شرط ان انا اسطب البايند، هو هيسطبها ويعمل لها كونفيجريشن. ليها استخدامات كتير مش بس استخدامها كاوثنتيكيشن سيرفر، فانا هحتاج التولز دي كلها كوبي واعمل لها انستليشن يام ماينس واي انستول انتر، هو هيسطب شويه باكجز كده حبه حلوين دلوقتي. حوالي تقريبا 174 باكج على ما اتذكر. ايوه 174 لغايه ما ربنا يقومه بقى كده. عايزه بس اتاكد ان مفيش عندي مشكله قبل ما اروح على الكلاينت اكونفيجره. بسم الله الرحمن الرحيم. 256 ميجا. لو جيت هنا دلوقتي على الكلاينت نجهزه بقى لغايه ما المكنه الاولانيه دي تخلص انستليشن روت باسورد. قبل بس ما انيبل الكارت هغير اسم الماشين عشان ما تعمليش كونفليكت في الشبكه. هوست نيم كنترول ست هوست نيم، هسمي الماشينه دي مثلا كلاينت دوت ريد هات دوت كوم، وبالمره ست انفورس زيرو، وبالمره سيستم كنترول ستوب فاير وول دي، وكمان ديسيبل تمام.
ايه تاني ماشي نقفلها عشان بس اسم الماشين يتغير، وادخل هنا على الكارت. هخلي الاي بي مثلا بتاع الماشين دي 101، الاولانيه السيرفر 100، واخلي دي 101 بريفكس 2558. لو قلت له اي بي ادر شو غيرها فعلا. طيب هنا بقى هقول له فيم سلاش اي تي سي سلاش هوست، وهاجي في اخر سطر كده هقول له الجهاز اللي واخد اي بي 192.168.1.100 اللي اسمه ماستر دوت ريد هات دوت كوم ماستر، لازم الملف ده يتظبط بالنسبه للكلاينت. ليه؟ لان شويه كمان الكلاينت هيكونكت على السيرفر بالاسم، الكلاينت ما بيكونكتش بالاي بي ماست بالاسم، تمام؟ وعشان ما عنديش الدي ان اس سيرفر، فعشان كده بنوفرايد الكلام ده بملف الهوست. لو جيت المره دي ابنج على ماستر كده قدر فعلا ان هو يوصل للجهاز اللي هو دوت ميل. نروح بقى تاني كده على السيرفر، كده المفروض خلاص مفيش عندي اي مشاكل. علشان اكونفيجر بقى الايدنتيتي مانجر، المفروض ان انا عندي تول انستول دلوقتي اسمها اي بي اي داش سيرفر داش انستول، تمام؟ انتر هيكونفيجر السيرفر، انا مش محتاجه الاوبشن ده. لكن بالمره لو حبيت ان انا اكونفيجر الدي ان اس هقول له كمان ماينس ماينس سيت اب داش دي ان اس، الاوبشن ده يعني اوبشنال مش شرط ان انا اعمله، انما عشان اكونفيجر الايدنتيتي مانجر لازم اقول له اي بي اي داش سيرفر داش انستول، اي بي اي داش سيرفر داش انستول ماينس ماينس انستول او سيت اب داش دي ان اس انتر. اول حاجه بيقول لي اسم الماشين بتاعتك هتبقى ماستر دوت ريد هات دوت كوم، ماشي، يبقى اضغط انتر عشان اقبل الديفولت من اولها كده. لو ما كانش قدر ان هو يجيب لي الاسم ده اطلع من الانستليشن، هو قدر انه يجيب الكلام ده علشان هو دخل جوه ملف الهوست. وبالمناسبه السيرفر بتاع الايدنتيتي اتفقنا ان هو ما بيشتغلش بس كال داب سيرفر، ده انا ممكن استخدمه كسيرتيفيكت اوثورتي سيرفر، كان تي بي سيرفر نتورك تايم بروتوكول. علشان كده ريكومندد ان السيرفر ده يبقى ديديكيتد سيرفر مستقل. عشان كده انا عملت دلوقتي ماشينه جديده عشان اضمن ان انا مش عامله انستليشن لاي سيرفيس ممكن تعمل لي كونفليكت. مثلا لو كان عندي ماشينه متسطب عليها النتورك تايم بروتوكول، اساسا السيرفيس اللي بتقول لي النتورك تايم بروتوكول اسمها كروني، ساعتها هتعمل كونفليكت مع الان تي بي دي اللي هيسطبها الايدنتيتي. فعشان كده ريكومندد دايما الايدنتيتي يكون على انستولد على ديديكيتد سيرفر، ملوش دعوه باي حد تاني، تمام؟ برضو هيكونفيجر دايركتوري سيرفر الكي دي سي الكربروس، هيقوم الاتش تي تي بي، هيقوم الدي ان اس، تمام؟ هقول له انتر دلوقتي عشان يقبل الديفولت. بيقول لي طب اسم الدومين بتاعي ريد هات دوت كوم، ماشي اوكي. طيب الريل نيم، الريل نيم ده برضو اسم اللي هو الدومين نيم، تمام. طب بالنسبه للباسورد بتاعت الدايركتور مانجر، ولازم تكون باسورد كومبلكس، ولازم تكون مينيمم 8 كاركتر، زي مثلا هقول له ESTF@123. قال لي طب ماشي اديني كمان باسورد للاي بي اي. الاي بي اي ده الادمن، بمعنى كمان شويه هنفتح اصلا التول بتاعت الايدنتيتي عن طريق مثلا في كذا طريقه ممكن افتحها بيها، ممكن اسهل طريقه عن طريق براوزر ودي افضل طريقه فيهم او اسهل طريقه فيهم، ساعتها هيطلب مني باسورد. ايه هو اليوزر هنيم هيبقى ادمن والباسورد اللي انا هعمله بروفايد هنا دلوقتي، فانا هكتب نفس الباسورد عشان ما انساش. دي تاني الباسورد اللي انا هستخدمها عشان الوجن على الايدنتيتي مانجر عن طريق مثلا اتش تي تي بي. بيقول لك ايه في كونفيجريشن انا لقيتها هنا للبايند، البايند دي يعني بتاع الدي ان اس، دي الباكج بتاع الدي ان اس، اعمل لك عليها اوفر رايت، ماشي اوكي مفيش مشكله. طب انت عايزه ان انت تعملي دي ان اس فوروردر؟ لا انا هقول له نو، لان المكنه بتاعتي دلوقتي مش كونكتد بالانترنت، وبالتالي لو حاولت ان انا اعمله فوروردر هيحاول يكونكت على دي ان اس اللي انا بحاول اوصل ليه ده وهيديني ايرور في الاخر. انما سي مثلا ممكن اديله 8888، يبقى دي ان اس سيرفر بتاعي لو جات له
كويري هو مش عارف يوديها فين، هيبعتها للفوروردر. تمام، انا هبعت دلوقتي عن ده. طيب انتر اي بي ادرس، لا انا مش عايزه انتر. دو يو وانت تو كونفيجر ذا ريفرس زون؟ هقول له يس. هي دي حاجه شويه يعني كومبليكيتد، شويه مش كومبليكيتد بس حاجه ريليتد للدي ان اس سيرفر، ونظرا لان احنا لسه ما خدناش الدي ان اس سيرفر عشان ما لخبطش الدنيا هنمشيها يس وخلاص. هسمي لك الريفرس بالمنظر ده ماشي. طيب اكونفيجر السيرفر بالمعلومات دي؟ اه ماشي مفيش اي مشكله. هقول له يس انتر. هيقعد في حدود 10 دقائق لربع ساعة يكونفيجر في السيرفر. طبعا ريكومندد ان عيني تبقى على كل الخطوات عشان لو حصل اي ايرور ابقى عارفة ايه اللي بيحصل عندي. وبعد ما يخلص الكونفيجريشن هنرجع تاني لأول المكنة بتاعتي. هنستوب بس دلوقتي الفيديو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا قال لي بصي يعني انا خلصت لك الكونفيجريشن بس اعملي حسابك ان البورتس دي تفتحيها عندك 80443 بتاع اتش تي تي بي اتش بي اس، الداب الداب اس سكيورد تمام، الكربروس البايند، البورتس دي المفروض ان هي تتفتح تي سي بي ويو دي بي. عشان كده انا استسهلت دلوقتي بدل ما اقعد افتح بورت بورت منهم عملت ديسيبل للفاير وول وخلاص. تمام، عايزه اتست بقى اشوف فعلا شغلي تمام ولا لا. اول حاجه هتست بيها لو قلت له كات سلاش اي تي سي سلاش ريزولف دوت كونف هلاقيه لوحده كده حط الدي ان اس بيشاور على نفسه 127.001، لان دي كانت زمان بتعمل لي مشكله. يعني مثلا لو انا خليت الدي ان اس بتاعه المكنه من كروت الشبكه 8888 بتصدر هنا 438. تمام، بعد كده كان لازم بايدي ادخل جوه الملف ده وادد في الملف عشان يشاور على نفسه. لا، احلى حاجه في الايدنتيتي الفيرجن الجديد اللي بينزل مع 7.2 انه كده كده بيلعب في الملف بتاع ريزولف دوت كونف وبيخلي المكنه تشاور كدي ان اس على نفسها. تمام، دي مثلا اول تول بتست بيها ان كان شغلي صح ولا لا. بعد كده عندي الامر ده، المفروض الامر ده لما هكتبه بتشيك برضو على الايدنتي مانجر. المفروض ما يدينيش اي ايرور خالص كده تمام. تمام، عندي كمان سيرفيس، السيرفيس اللي احنا عملنا لها انستليشن سيستم كنترول اس ستارت اس 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 دي، هي اوريدي ستارتد فعشان بس اضمن ان هي محطوطه في في الستارت اب انيبل. هو انا ما كنتش محتاجه الامر ده، هي اوريدي ستارتد. تمام، طيب ندخل بقى في الكونفيجريشن. على سبيل المثال لو انا حبيت ان انا اضيف يوزر في طريقتين، ممكن ان انا اضيف يوزر عن طريق كومنتس، او ممكن كمان ان انا اضيف يوزر عن طريق البراوزر، لان احنا اتفقنا ان انا هكونفيجر دلوقتي الايدنتيتي مانجر عن طريق بروتوكول اتش تي بي اس للدوكو اتش تي بي اس. تمام، بس نجرب برضو ازاي ان انا هضيف يوزر اندر سي ال او اي. هقول له كل الاوامر بتاعتي اولها اي بي اي يوزر اد انتر ولا add user didn't receive Kerberos credentials. طب نتشيك كده على الكربروس الاول FF123 وبعد كده اقول له IPE مسافة user add. الامر ده بس بتشيك بيه على الكريدنشلز بتاعه بروتوكول الكربوس. تمام، هكري دلوقتي مثلا اول يوزر عندنا اسميه مثلا LDAP يوزر 1 انتر. طب واللاست نيم سي مثلا هسميه نفس الاسم LDAP يوزر 1. طب اللوجن الاسم اللي انا هلوجن بيه هو بيديني سوجيشن، لا انا هخليه برضو LDAP يوزر 1 عشان بس انا ما اتلخبطش فيه. انا كده اوريدي كريت يوزر ودي البيانات بتاعته. تمام، وما حطيتش عليه باسورد. في اوامر طبعا بكريت بيها الباسورد، بس ليه وجع القلب احفظ اوامر؟ طب ما انا دلوقتي لو دخلت على فايرفوكس رخمت جي او اي بقى
لو جيت دخلت هنا على فايرفوكس واقول له هنا http://، هدخل على اللوكال هوست، هدخل على المشينة نفسها. دخلني هو لوحده وعمل لي ريدايركت على HTTPS، لان البروتوكول ده اتفقنا ان انا بمانجه عن طريق HTTPS. هلوجن عن طريق ادمن، والباسورد اللي انا كنت عملتها اثناء الكونفيجريشن ESTF@123. تمام. على سبيل المثال مثلا، بالمناسبة صحيح، البرنامج بتاعي اسمه IPA، او التول اسمها IPA، I identity، B policy، A authentication. تمام. اليوزر اللي انا كريته ال ده يوزر 1. طب لو حبيت ان انا اضيف يوزر كمان، اد سي مثلا ال ديب يوزر 2، كوبي واقول له هنا اد، ممكن طبعا احط له باسورد. تمام. ممكن ما احطلهوش باسورد. لو حبيت ان انا اديت في الكونفيجريشن بتاعه اي يوزر، على سبيل المثال يوزر 1، هنا انا ببدا ان انا احط بياناته كلها، بدل ما كنت اضطر ان انا كل حاجه من الحاجات دي مطلوب مني ان انا احفظ لها امر او اوبشن، لا الموضوع هنا سهل جدا. تمام. مثلا اول حاجه دايما بتخطر في بالي ان انا اخلي الشيل بتاعتي باش بدل الشيل العاديه، لان طبعا الشيل العاديه دي عقيمه شويه، انما الباش ابسط حاجه فيها هيستوري، فيها كومنت، التاب يعني بيكمل الكومنت. تمام. سيف. حاجه كمان انا عامل كده ريكومندد، ثانيه واحده، ثانيه واحده يا احمد، استنى استنى. تاني، اول حاجه دايما بتخطر في بالي لو دخلت على اي بي اي سيرفر، تمام، وادخل على كونفيجريشن واجي هنا تحت الشيل اغيرها لكل النيو يوزرز، اخليها بيش لكل النيو يوزر، ديفولت على النيو يوزرز، انما الاولد يعني مثلا ال دبليو يوزر 2 ده كده خلاص ايه. تمام. طيب فاضل عندي شويه حاجات بسيطه، بس اهم حاجة، هي حاجات بسيطة بس حاجات مهمة جدا. اول حاجة لازم اظبطها دلوقتي الاوثنتيكيشن بتاع السيرفر، او بمعنى ادق السيرتيفيكت بتاعة السيرفر، لان اليوزر دلوقتي لما يجي لوجن على السيرفر لازم يعمل داونلود للسيرتيفيكت عشان يبقى متأكد فعلا ان هو ده اللي ده السيرفر المفروض ان هو يلوجن عليه. فين السيرتيفيكت دي؟ هيبقى عندي اتنين سيرتيفيكت، واحدة تحت الهوم دايركتوري وواحدة تحت السلاش اي تي سي سلاش اي بي اي. يعني لو جيت هنا كده قلت له دي، لو قلت له ال اس تحت الهوم دايركتوري، في عندي هنا فعلا سيرتيفيكت اسمها سي اي سيرت، مش هينفع ان انا افتح السيرتيفيكت دي، لان مش هي دي اللي انا هستخدمها علشان اليوزرز يقدروا ان هم يلوجنوا على السيرفر او ال دب سيرفر بتاعي. امال فين السيرفيسز او فين السيرتيفيكت الثانيه؟ تحت سلاش اي تي سي تحت اي بي اي، تاب تاب كده، هي دي السيرتيفيكت اللي انا هحتاجها دلوقتي. تمام. طيب بالمناسبه بقى، لازم ان انا احطها في مكان يكون شيرد بالنسبه لليوزرز، احطها على اف تي بي سيرفر، احطها على اتش تي تي بي سيرفر، المهم ان هي تكون افيلابل بالنسبه لليوزرز، لان كمان شويه هيعملوا لها داونلود. فانا اوريدي دلوقتي كده كده لما سطبت الايدنتيتي مانجر سطب معايا كمان الاتش تي تي بي. تمام. فهحطها تحت الاتش تي تي بي، هقول له بس ام تي داير سلاش فور سلاش دب 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 سلاش HTML، احطها تحت بعض واموف السيرتيفيكت دي من تحت سلاش اي تي سي من تحت اي بي اي اللي اسمها سي اي دوت سيرت، احطها تحت سلاش فور دب 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 HTML باب انتر. لو قلت له ال ال كده، كان المفروض اخدها كوبي افضل، مش مشكله. لو قلت له ال ال كده على المسار ده انتر، يهمني برضو ان الاثر يكون ليه ريد بيرميشن على السيرتيفيكت دي عشان يعرف يعمل لها داونلود زي ما اتفقنا. تمام. عشان اتست بس كده، لو جيت فتحت هنا اي براوزر وقلت له هنا http://local host على باب
المفروض هلاقي السيرتيفيكت. لو جيت حاولت ان انا اسطبها هيقول لي ان السيرتيفيكت دي اساسا انستولد على السيرفر، لان هي اساسا متكريته اساسا على السيرفر. تمام يا مسهل انكس. The certificate is already installed as a certificate authority. هاجي بقى على الماشين بتاعت الكلاينت بتاعتي. انا كده خلصت الجزء بتاع مين؟ السيرفر. طيب لو حبيت بقى ان انا ادخل على الجزء بتاع الكلاينت لازم انستول بعض التولز. على سبيل المثال هسطب usconfig.gtk. ده انا ممكن استخدم usconfig دي تول سي ال اي بس كومبليكيتد والاوامر بتاعتها طويله قوي. في حاجه وسط ما بين السي ال اي وما بين جي او اي اللي هي تي او اي، دي الى حد ما اسهل. بس انا عن نفسي بفضل طالما كده كده انا في الديسكتوب افضل التول بتاعت الجي تي كي. دي اللي هتظبط لي الاوثنتيكيشن او هتخليني الوجن عن طريق ال دب سيرفر او كمان اعمل داونلود للسيرتيفيكت بطريقه جي او اي. تمام. هحتاج برضو السيرفيس دي اللي هي سيستم سيكيورتي سيرفيس ديمون. تمام. وهحتاج ان انا اعمل انستليشن لبروتوكول الكيربروس. هاخدهم كده كوبي واجي على الماشين بتاعت الكلاينت. الاول صحيح انا مش عندي هنا ريبو. فبدل ما كريته ها كوبي من 192.168.1.100 ls/etc/yum.ribu. خد المسار ده كده على local.ribu احطه عندي في المسار ده انتر يس. الباسورد بتاعت الروت باسورد كده جاب لي فعلا الملف. تمام. هقول له بعد كده يوم انستول ماينس واي. اتفقنا ان انا هجيب الباكجز دي اللي هي الاس اس دي والاس كونفيج والكربروس هعمل لهم انستليشن انتر. زي ما اتفقنا في كذا طريقه عشان اكونفيجر دلوقتي الكلاينت، طريقه سي ال اي، طريقه تي او اي وسط ما بين الاثنين، والطريقه اللي هي الجي او اي. ممكن افتحها كمان شويه بعد ما يخلص انستليشن بالامر ده اس كونفيج داش جي تي كي، او ممكن ان انا اقول له سيستم كونفيج اوثنتيكيشن، او ممكن اجيبها من قائمه ابلكيشن ساندري اوثنتيكيشن. هيظهر بعد ما انا اسطب الباكج جي تي. باكج تمام اوس كونفيج داش جي تي كي. هو انا عايزه دلوقتي استخدم اللوكال داتابيس ولا استخدم ال ال داب؟ ال ال داب. وبالمناسبه كمان انا هستخدم ال ال داب باسورد مش هستخدم الكيربروس باسورد لاني ما عملتلهوش كونفيجريشن. تمام. مين هو بقى ال ال داب سيرش اللي انا عايزه اوصله؟ مين هو السيرفر بتاعي؟ طريقه البحث جوه ال ال داب مختلفه تماما عن البحث جوه تي ان اس. يعني على سبيل المثال السيرفر بتاعي اسمه master.redhat.com. ده كده طريقه البحث جوه تي ان اس. لكن طريقه البحث جوه ال ال داب هو عايز مني ايه دلوقتي؟ الاسم اسم الدومين. تمام. بقول له دي سي بيساوي دومين كنترول او دومين كومبوننت. تمام. بيساوي redhat.com كوما، لان هنا اساسا سوري دوت كوم ايه انا اسفه، كوما دومين كومبوننت بيساوي كوم، لان ال ال داب ما بيفهمش الدوت. الدي ان اس سمارت كفايه انه بيفهم الدوت، ال ال داب ما بيفهمش الدوت. فلازم اكتبها له بالطريقه دي دي سي دومين كومبوننت redhat كوما دي سي بيساوي كوم. طب الاسم بقى بتاعه ال داب نقطتين سلاش سلاش ماستر دوت redhat.com. بيقول لي هنا بصي طالما انت هتستخدمي ال داب اعملي داونلود للسيرتيفيكت. ماشي نعمل داونلود للسيرتيفيكت. الاول كده اتاكد فعلا ان انا ليا اكسس على السيرتيفيكت ولا لا. هدخل على الفايرفوكس وادخل ببروتوكول ال HTTP على سلاش باب هناك على السيرفر اللي هناك عشان اتاكد فعلا ليا اكسس على السيرتيفيكت ولا لا.
http نقطتين سلاش سلاش مير نوت سن. او انا كتبها بالاي دي بقى طالما انا مظبطاه ماستر دوت ريد هات دوت كوم على باب فعلا ليا اكسس على السيرتيفيكت. تمام كنسل نعمل لها داونلود بقى عشان انا محتاجاها هنا في الايدنتيتي داونلود اللي هي http نقطتين سلاش سلاش ماستر دوت ريد هات دوت كوم على باب. واسم السيرتيفيكت بتاعتي كان اسمها ايه؟ انا نسيت سي اي دوت سيرت. اتاكد برضو عشان لو فيها اي مشكله هتعمل لي مشكله جامده دي. سي اي دوت سي ار تي سي اي دوت سي ار تي اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابلاي. هو كده المفروض ان هو بيعمل لها داونلود. تمام انا كده خلصت كونفيجريشن على الكلاينت بتاعي. تمام اخر حاجه بقى هعملها على الكلاينت بالمناسبه معلومات السيرتيفيكت بتاعتي كلها هتتحط هنا تحت سلاش اي تي سي اوبن ال داب سي اي سيرتس. ده ملف كونفيجريشن هندخل جواه دلوقتي هنلاقي جواه كل معلومات السيرتيفيكت او كل السيرتيفيكتس بتاعتي المعلومات هنا والسيرتيفيكت ذات نفسها هلاقيها هنا. تمام المهم عايزه تست دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم انا طبعا لو قلت له هنا تيل ماينس اف تيل سلاش اي تي سي سلاش باس دبليو دي انا ما عنديش هنا يوزر اساسا اسمه ال دب يوزر 1 ولا ال دب يوزر 2. تمام طب لو قلت له هنا في امر هنا بسم الله الرحمن الرحيم انا مش كاتبين شطور ماشي. طيب لو قلت له اس يو على ال دب يوزر 1 دخلني فعلا على ايه؟ هو بيقول لي ان انا مش قادر ان انا اكريت هوم دايركتوري دي اكسترا كونفيجريشن بقى لازم اعملها. تمام المهم ان هو فعلا دخلني على مين ودخلني على الباش لان فعلا ال دب يوزر 1 انا كنت مظبطاه في الباش. تمام لو قلت له اي دي على سبيل المثال ده في فعلا يوزر اي دي. تمام طب اكزيت اجرب كده ان انا ادخل على يوزر 2 ال دب يوزر 2 دخلني على الشيل العاديه لاني ما كنتش عدلت الشيل بتاعته. يبقى انا فعلا دلوقتي قدرت ان انا الوجن على مين على ماشين ريموتلي ونظرا لان انا ما حطيتش باسورد فدخلني من غير باسورد. تمام بس من غير هوم دايركتوري. طب انا دلوقتي محتاجه ان انا اكسس الهوم دايركتوري بتاع اليوزر ده. ليها حلين بقى ممكن ان انا اشير الهوم دايركتوري ده يوزنج السامبا بروتوكول السامبا او ان انا اسطبه او ان انا اشيره عن طريق بروتوكول ال ان اف اس عشان كده اجلنا الشابتر ده لغايه ما ناخد بروتوكول الاوتو اف اس الاوتو اف اس. انا كاتبه هنا كل الكونفيجريشن احنا اوريدي واخدين الاوتو اف اس على بروتوكول ال ان اف اس. تمام فانا هسيبها دلوقتي نظبطها كده انا مش هشرحها. تمام على اساس ان احنا واخدينها بس انا عاملاها في الملف ده يتعمل تاسك. تمام ويا ريت ما حدش يبص للملف. اوكي طيب هي بس الفكره انا ما كنتش شرحت قبل كده الاوتو اف اس عن طريق بروتوكول السامبا هي نفس الخطوات بس السنتكس اللي بيتعمل في ملف الاوتو طويل شويه اللي هو السنتكس الطويل الكومبليكيتد ده. تمام السنتكس بتاعه يعني يعتبر اصعب شويه من السنتكس بتاع ال ان اف اس اللي مطلوب في الامتحان بتاع ار اتش سي اس اي. اولا الجزء اللي انا عملته في الاخر بتاع الكلاينت. ثانيا الاوتو اف اس عن طريق بروتوكول ال ان اف اس مش السامبا بس ريكومندد برضو ان احنا نعرفه عن طريق السامبا لسبب بروتوكول ال ان اف اس شيرد بروتوكول اوفر ذا لان ما ينفعش ان انا اكسس مثلا فايل او دايركتوري وات ايفر او عن طريق الوان عن طريق الانترنت. تمام انا كبيري جوه اللان فلو ال ان دب سيرفر اوفر ذا انترنت انا مش هينفع ان انا اماونت الفايل او اماونت الهوم دايركتوري بتاعي عن طريق ال ان اف اس ماست ساعتها استخدم بروتوكول السامبا. تمام بالمناسبه كمان في هنا سيرفر فور فري اساسا بابليك سيرفر موجود على الانترنت. تمام ده العنوان بتاعه فين 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 انا كاتباه هنا
ده العنوان بتاعه، نفس الشاشه اللي انا كنت كتبت فيها بيانات السيرفر بتاعي. انا عملت ماي اون انتاب سيرفر، ممكن استخدم هنا سيرفر اسمه rhcertification.com واكمل البيانات، وده الفايل سيرفر او ده العنوان بتاع ال ايكم دي بيم، السيرتيفيكت الامتداد بتاعها عندهم اصلا بيم. تمام، ممكن نستخدم مثلا السيرفر ده علشان بس نتست مش اكتر، انما احنا عملنا ال ده سيرفر بتاعنا. تمام، طيب لو عايز اشوف بقى دلوقتي ايه هي المعلومات اللي انا عملت لها بروفايد اثناء الانستليشن بتاع التول اللي هي اوس كونفيج، عندي ملف تحت الستاش اي تي سي اسمه ان اس ال سي دي. ان اس ال سي ان اس ان سي ولا ان ال سي ان اس ال سي دي. الملف راح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان اس ال سي دي ما علينا، مش عارفه راح فين. تمام، بس المهم تاني ان جوه الملف بتاع ال NSLCD هلاقي تحت خالص قايل لي ان السيرتيفيكت بتاعتي موجوده تحت المسار ده، تحت سلاش اي تي سي اوبن ال تيب. مش هيجيبها، بس انا مش عارفه كده، ممكن يكون اسم الملف غلط اساسا، ممكن اكون كاتبه فيه حرف غلط. ال اس سلاش اي تي سي سلاش اوبن ال ديب، عندي هنا سيرتس انتر هي دي السيرتيفيكت، هي شكلها كده لسه ما اتكبرتش هنا ولا ايه؟ امال دخل ازاي؟ I'm not sure تبطيل سلاش اي تي سي سلاش باس دبليو دي، هو كده صح؟ هتشيك على دي ثانية واحدة، هو الملف مش لاقيه. تمام، عملت حتى جيت انت على ملف بس دبليو دي برضو مش لاقيه عندي اللي هي الملف. ما علينا مش مشكلة، هو عموما يعني ان هو ده اسم الملف، وفي اخر سطر خالص كنت بلاقي المسار ده بيقول لي ان السيرتيفيكت بتاعتي هتتحط هنا. تمام، اخر حاجة بقى خالص مش هعملها حتى عملي، جاست بس الاوامر بس، لان انا ما عنديش اكتف دايركتوري دلوقتي، او حتى يعني بدل ما ضيع وقت واعمل اكتف دايركتوري على مايكروسوفت، ممكن الماشين ذات نفسها اساسا بتاعت الريد هات تبقى ممبر من الدومين كنترولر بتاع مايكروسوفت. كل اللي فيها ان انا هانستول الاول باكج اسمها ريل ام دي، والباكج دي اساسا هلاقيها انستولد باي ديفولت. بعد كده هقول له ديسكفر، ده اسم السيرفر بتاع مايكروسوفت، الاكتف دايركتوري بتاع مايكروسوفت، وبعد كده هقول له جوين على اسم السيرفر ده. تمام، مجرد ما هضغط انتر هيطلب مني يوزر نيم وباسورد، هقول له اليوزر نيم ادمنستريتور والباسورد كذا اللي هم موجودين على الاكتف دايركتوري بتاع مايكروسوفت. لو عايز ان انا ادخل بيوزر نيم مختلف هقول له ريل ام مسافه جوين وادي له سويتش ماينس ماينس يوزر وادي له اليوزر. طبعا في بيئه الاكتف دايركتوري على مايكروسوفت معروف ان اليوزر العادي يقدر يجوين لغايه 10 اجهزه على الدومين الا اذا انا زودت الكوته بتاعته. تمام كده، في اي مشكله في الالداب؟